مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم في قناة نهار تي في من ساعة 3 إلى الساعة 4 مباشرة نعملوا معكم حصص وصفات هايلين شابين ملاح ونجيبوا لكم دي شاف. اليوم جبنا لكم واحد الشاف روجي جبناه من الانجلي سبيسيالمون ليكم. انجليزي ماشي هذا العربية وعنده فاتشات على زونجلي، ها شوفوا صح ولا لا؟ لا شوية شوية ضرب العربية انهارت الصورة. معكم معكم اليوم خرجنا من العادة باش نتفاهموا، راحين نخدموا معاكم الخبز. اليوم جبنا لكم ان شيف بولونجي، ان فري شيف بولونجي، شيف يعقوب اللي نتشرف انا بمعرفتي به، وتشرف اني عملت معاه، ونتشرف اني عرفته كانسان، كرجل كمواطن صالح لهذا المجتمع، ايضا كحرفي. مرحبا بك خويا العزيز. ربي يحفظك شاف، وشرف كبير لي اللي راني معك كالعاده. تشرفت اني خدمت معك في التيران، واليوم اكسبيريونس جديده معك. ربي يحفظك على الاستضافه هذه، ورمضان كريم كاع الشعب المسلم تاعنا ان شاء الله. خويا ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. المهم اللي ما يشفاش على شاف يعقوب يشد في راسه الشاكال، هذا الشاكال هذا واعل هذا، ربي يحفظكم. دونك اليوم راحين نخدموا امنو شباب هايل خفيف ظريف، راح نديروا تو سامبلومون كبده سوتي الاي، راح نخدموا كبده تاع الدجاجه، ما نخدموش كبده. على بالك حنا في الجزائر بزاف الناس يحبوا الكبده في رمضان، دوك ولات اكسيسيبل، البري تاعها عالي بزاف. دونك راح نخدموا بالكبده تاع الدجاج. نخدموا الطبق التالي، نوري لكم لا ماريناد نتاع الدجاج، تحبوا ديروا بها فاصون شاورما او ديريكتومون كيما راحين نخدموا. دونك راح نخدموا معكم لو بولي ماريني، واللي اخترنا للجهه السفليه يعني لا كويس دو بولي، افيك لا بوم دو تير اوسي او فور اللي تكون بلا ماريناد تو سامبلومون. الوصفه الثالثه اللي هي التيراميسو، والصح نتاع الصح اللي هو الخبز مع الشيف يعقوب. واش راح نديروا اليوم؟ نديروا خبز عادي اللي ساعد كاع كيما يقول لك مام لي جام يعجن الخبز ولا يقدر يخدم هاد لا روسيت دار دي بي وتخرج له تصدق له 100%. تصدق له مليح. وثانيك واش نزيدوا نحكيوا على لا روسيت تاع واش؟ نحكيوا لكم على الوصفه تاع كاين بزاف مشكل كبير تاع لامينيونات، باش نتفاداو كاع لامينيونات دي باسكو راهي مرض كبير. راح نعطيو لكم كما يقولوا وصفه تاع محسن خبز منزلي. ما شاء الله عليك ربي يحفظك. دونك على بركه الله باش تخدموا هاد الوصفه نتاع الكبد الدجاج الصوتي بالثوم، عندكم كيلو تاع كبد تاع دجاج زيدوا تخلطوا مع حتى ولا حبيتوا ديروا مع القلوبه، ولا ايضا ديروا معاه 3 سنينات نتاع الثوم مع دنوس، وعندكم ايضا اللوغي ولا الرند. نروحوا للوصفه الثانيه، تبعوني مليح يا ناس الخير. هنا الحكايه راهيك في ليزيبيس، عندكم أربعة ليكويس بولي دي زوسي، حوالي كيلو ورطل نتاع البطاطا اللي تكون هكذا صغيرة مغلية جوست كويسون، وأيضا يعني نحطوها دو كوتي. عندنا كاس نتاع لا ماريناد، نبداو ديريكتومون في لا ماريناد. عندنا كاس تاع الليمون، دو بو ياورت ناتور، 3 سنينات نتاع الثوم، كركم، زنجبيل، كمون، فلفل الكحل، بابريكا والملح، ونزيدو نكسرو وريقة تاع الرند فيها ونحطوه معاها، ونزيدوا شويه تاع زيت زيتون ونخلوها ترتاح حوالي ربع ساعه ولا من بعد نخدموها. نروحوا الى الخبز، تفضل. عندنا الوصفه تاع الخبز فيها كيلو 1 كيلو غرام من الفارينه، عندكم 20 غرام ملح، 20 غرام خميره الخبز، فيها 40 غرام سكر، في 10 غرامات محسن الخبز اللي راح نعطي لكم الوصفه تاعو محسن الخبز منزلي، في 70 غرام تاع زبده، اللي يحب يزيد الحبه تاع البيض يزيد حبه تاع البيض مليح البيض. ايه وشويه الزرارع كيما نقولوا، تحب كل واحد واش يحب يدير، حبه الحلاوه ولا زريعه البسباس ولا. نعم هذه حاجه برك حبيت نسقسيك عليها، اللي ما عندوش محسن الخبز نعطي له وصفه تاع محسن الخبز يديروا في المنزل، يدير محسن الخبز مام حتى بالوصفه اللي نمدوها له، اسكو ينقص ولا يزيد ولا يغاردي لا ميم كونتيتي تاع لا ليفير؟ يغاردي لا ميم كونتيتي، لا ميم كونتيتي. يعني هذه الوصفه راح تحسن لا كاليتي تاع الخبز اللي راح يتسمى يشد، ما عندهاش علاقه مع مع الخبز كيما نقولوا الدور تاع المحسن الخبز في الخبز. يعني راح يعطي له، يعني يخليه برك واقف. الخميره هي اللي تطلع الخبز. دونك باش تشوفوا انتم يا ناس الخير كيفاش راهيك، يعني الوصفه تاعنا ها هو كلو بان تاعنا، كنا حنا وجدنا الخميره تاعو فوالا، ها هو كنا وجدنا بلوتو لاباط تاعو، كان وجد الشاف يعقوب باش يربح الوقت ويوري لكم لو ريزولتا فينال، ها هوك. وحنايا اون باراليل هو يوري لكم كيفاش راحين تخدموا، وايضا حنايا نبداو بالوصفه تاعنا.
دونك لهنايا نخلي لك لهنايا هادو متكوتي شاف يعقوب باش تفاصوني فيهم تحط فيهم. لا طومبيراتور تاع الطهي تاع الخبز شحال؟ من 200 حتى 220. 220 ما شاء الله يكفي في الدار. كيكون في الدار يشعلوا من الفوق ومن التحت. من الفوق ومن التحت اكزاكتومون. بارك الله فيك. دونك حنا الوصفه الاولى سي لا مارينا. تفضل خويا يعقوب خدم على روحك وفهمهم المشاهدين الحصه تاع اليوم الحصه تاعك صاحبيه. ربي يحفظك شاف شرف كبير. لازم توري لهم الماكسيموم وان شاء الله سي با كو لا بريمير فوا. تقدر تزيد له شويه فارينا بيان سير باش تنحي شويه اللصق هذاك. حنا هنايا اون باراليل ناخذوا لي دو بو ديالورت تاعنا بالماء تاعهم تري امبورطون تنحوا لهمش الماء. تاخذوا ديريكتومون لهنايا لو فوي وتحركوا وتخلطوا يعني تمزجوا الياورت ناتور تاعنا بهذا الشكل هدايا كيما هكذا حتى يولي اونكتيو. ناخذوا 3 سنينات نتاع التوم حتى 4 سنينات نتاع التوم. نجيبوا ايضا لا ماريناد مليحه تاع البولي ماليني. وكيفاش رمضان هذه غلبت ماشي غلبت والله عادي شوف نوض الخدام نعاود. لا لا عادي والو الله اعلم. دوكا لا بليس دو سا حاجه المليحه في يعقوب انه ايضا لاعب كره القدم. لاعب كرة قدم هاوي كيما هاوي معليش بصح لاعب كرة القدم يعني لاعب كرة القدم ان بون ديفونسور. وي سي ان بون ديفونسور الله يبارك عليه. فوالا هنايا كيما راك تشوف درنا الثوم ونبداو بسم الله على بركة الله الملح. الله الله دونك حنا راح نديرو البامبول. بامبول على بركة الله. هنا شوية ملح بابريكا ملعقة. هادو حتى الناس اللي يفتحوا لي فاست فود ورا رمضان ان شاء الله تفيدكم بزاف هاد لا مارينات. خذوها ما راكمش رايحين تندموا. كركمة شويه جانجومبر غير شويه برك يعني ما نكثروش الجانجومبر اون بودر ولا كيما حبيتو. اللي عنده العرق ثاني كيقدر يخدم بالعرق اللي عنده لا بودر يقدر يخدم بلا بودر. فلفل اسود. الو 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 فاطمه الزهراء واش راكي؟ الحمد لله يا سيدي. صحة رمضانك وصحة رمضان الناس سعيدة. صحة رمضانكم فين نتوما؟ ربي يحفظك. كيفاش يقولوا؟ سعيدة بعيدة؟ ماشينا بعيدة غالية. لا لا حاجة ما تغلى على ناس سعيدة. ربي يحفظكم نحبوكم بزاف بزاف بزاف. ربي يحفظك اختو واش راكي؟ لا لاباس الحمد لله. كيفاش الحالة في رمضان هدايا؟ لاباس الحمد لله. راه معانا شاف الله الله عليه ربي يبارك شاف يعقوب بارك. الخباز شاف بولونجي. راكي معايا؟ راني معاك نسمع. صافا راكي مليحه؟ لاباس الحمد لله. كاش جديد كاش وصفات كاش يدرى شويه كل خطره وكيفاش. كل خطره وكيفاش لازم هذه هي نهار كل نهار ونهارو كيما نقولوا حنايا. ربي يحفظك ان شاء الله. وكاش من الوصفه راكي حابه نديروها لك نزهوك بها نحولك بها على ضيقه خاطرك يا سيدي. اللي باغيه وصفه بيتزا. بيتزا لازم نضربوك بيتزا روعه عالميه. حبيت نسقسيك واحد السؤال قبل ما نروح لك للبيتزا. اكيد تبعينا؟ مين داك؟ مين داك؟ تما على بالك حنا عندنا 4 ايام ملي درنا البيتزا. ما شفتهاش. كنت تشوفي في جهه واحده اخرى عندك ناقص 5. لا ما شفتهاش بلا كنت لاهيه ولا ما. يا خلاص معليش نعاودوها لك في خاطرك نعاودو لك لا ريسيت تاع البيتزا افيك ان كرون بليزير اختي. ربي يحفظك ان شاء الله. سلمي لي على العائله كاع والناس سعيده وقول لهم قالكم الشاف نحبكم بزاف بزاف ان شاء الله. هاي في رقبتك ها صح فطورك صح فطورك وربي يحفظك ويعطيك ما تتمناه. شوف هنا ربي يحفظك. شوف لا مارينات تاعنا نزيدو هنايا شويه تاع لو سيترون. فوالا بهذا الشكل هذايا اون ديلو افيك دي سيترون ليجيرمون بهذا الشكل هذا. هنا ناخذوا لو بولي تاعنا. تروحوا ديريكت كي تروحوا عند الجواج تاعكم تقولوا له يدي زوسي لكم لو بولي تاعكم. ناخذوه بهذا الشكل ونحطوه بهذا الكيفيه هذه مباشره وحده فوق وحده بهذا الشكل هذا. فوالا نزيدوا ايضا الثانيه الثالثه راكم تشوفوا كيفاش ندخلوا وحده فوق وحده ونزيدوا لا كاتريام تاعنا. الله الله فوالا
فوالا ونحطوها دو كوتي نخلوها تاخذ شويه لي سافور نتاعها. نحطوها دو كوتي هنايا ونعاود نولي عند الشيف دي شيف يا درا احكي لي. بون انا بولين هنا لي بول تاعنا. نعم تحبوا من هادو نخرجوا لي باكيت ولا تحبوا تخليهم دي بول هكا تسمى كوكسوسوا نبوليهم هكا. احنا نديروهم دي بول باش نسهلوهم عليهم الخطره الاولى. مي الحصه الجايه ان شاء الله راح يكون معنا ايضا في حصه اخرى راح يزيدوا نروحوا لهم ان فاسوناج وحده باذن الله. دونك هنا واش نديروا تخليهم يرتاحوا هكذا دونك تزيد هذه لا دوزيام تزيدها نزيدها بيان سير وتزيدها سو اون اوتر فورم ولا توجور نزيدها نزيدوها اون باكيت. ها يا راح اتكل على نزيدوها اون باكيت فوالا فوالا هايدا فورمي اون بول. نعم ايه داكور بيدنا برك ولا بالرولو اذا كان كاين رولو. نعم ايه فوالا فتحوها بعد دو بريفيرونس بالرولو ولا بالرولو. بالرولو خير واحد اللي يكون جديد هكا بالرولو شويه من بعد بهالطريقه نغلقوا الباكيت تاعنا ما شاء الله. دونك تروليها فوالا فوالا بهاد لا باكيت وماشي بلا فورس برك غير بالعقل برك تما افتح وطبع فوالا افتح هكا يدينا توجور يكونوا اون في اون في فوالا يكونوا توجور اون في والله يبارك فوالا فوالا ما شاء الله عليك يا شيف. الله الله ربي يحفظك خويا العزيز ربي يبارك فيك. احكي لي شويه كيفاش يغلبك في رمضان؟ والله غير عادي شاف والله غير عادي انا ماني كيما نش ندير سبور اللي راني شويه مغموم هكذا اللي يغلبني يا رمضان. في رمضان اه وي اه وي رمضان حلو سبور سيرتو الساعه الاخرانيه قبل اه ما شاء الله اه وي لا الحمد لله احنا كيما يقولوا الساعه الاخرى ندخلوا فيها لديارنا تما نشوفوا العائله تاعنا قالوا لي بلي كي تخسر ثاني في لي ماتش كي تلعب تدي تبحر البالون تزود تبحر البالون. لا لا والله ما نبحر البالون بالعكس انا في ستاد جامي نزعف على الادفيرس نزعف على صحابي لي زاتاكون كي راطيو هادي اللي راهم يشوفوا فيا صحابي ولا راهم يعرفوا بلي هذاك هو المشكل تاعي. نحب انا شغل كي نكون نلعب باللور تحب تربح نلعب شغل كاع حراره ايه ايه صح هذاك اللي يلعب معايا في لاطاك يزهيني في لاطاك تلعب على الكسره لازم تلعب لينا معاك فلاطاك باش هاوي لازم هاو راه شاف امين صح لازم نوطري لي نحي شويه العليطه باسكو ديامات راني سمنت بزاف ماشي حاجه ماشي حاجه تروح اه والله غير لازم لها بروجرام باذن الله لازم لها بروجرام شباب باش تروح لنا العليطه. دونك هنايا نبداو نديرو يعني في الوسمو في الفلوس في الصوتي تاعنا وجدنا زيت زيتون حطيناها تسخن خدينا لهنا معدنوس تبعوا مليح جيبوا لهنايا شويه معدنوس تاخذوا ان بول صغير ماشي كبير بزاف المعدنوس تاعكم تحطوه مع كاريمو الثوم بهذا الشكل هدايا وهنايا اللي تملحوا تبعوني مليح الملح والفلفل الكحل ماذا بيكم ديروه في لابيرسياد في لابيرسياد تاعكم اللي ديروا الملح والفلفل الكحل بهذه الطريقه هذه سي ما تملحوش بزاف غير شويه برك. وكاينه حاجه واحده اخرى الملح راه يضر واحد الملح رقيق بزاف هذاك راح يتلف لكم شويه كما نقولوا حنايا الكيل نتاع الملح تاعكم دونك روحوا غير بالعقل فوالا بهذا الشكل نجيبوه امتي شويه فوالا ونخلو قلنا الزيت تاعنا تسخن كي تسخن الزيت تاعنا بهذا الشكل هذا نحطوها مباشره بهذا الكيفيه هذه مباشرة غير نحطوا الزيت تاعنا ونحطوا الكبدة تاعنا مباشرة نحطوا عليها لاي اي بيرسيل. الو 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 مساء الخير السلام عليكم يا ناس بوطال يا ناس البرج واش راكي؟ خير ربي يحفظك ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله ربي يحفظ كل الناس ان شاء الله ويعلي مقامك اختي الله ويعطيك ما تمناي واش راكي كيفاش مع رمضان؟ اه والله شويه ساعه غلبنا ساعه نغلبوه وخلاص هذا ما كان نار رمضان ورانا 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 نفوتوا فيها كيما يقولوا لا لا اه نورمال ربي يحفظك ربي يحفظك ويسجدك بشويه بشويه بارك الله عقب نهار والله غير عندك الحق اليوم 15 رمضان ما بقاش انا اليوم 15 والله ما بقى صح عندك الحق يعني اليوم 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 15 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء اليوم 15 نديروا العسل كسكاس في 15 رمضان هذه هي ما عادتنا الله الله نديروا الكسكاس باللحم ونديروا شربه تما في اليوم 15 هذا هو الموني تاعكم
هذا هو العادة تاعنا، احنا نديروه 15 رمضان و 27. حبيت نسقسيك، ديروا شويه البربوشه في رمضان ولا ما ديروش؟ نديروا كسكات بالحم. ونديروا ثاني في 27. ونديروا يطهروا زراعي كان اللي يطهروا ويديروا العشاء. هذه هي الله الله، هذا هما الحوال تاعنا، الحوايج تاعنا تاع بكري مازلت ما نحكموا فيهم شويه، ما نخليهم يديروا. نعم العادات سي نورمال، عادات وتقاليد، العادات والتقاليد. احنا القبائل تاعنا هذه العاده تاعهم، احنا منطقه شماليه، منطقه جبليه، رانا في اخر دائره في ولايه بلبعراريز، منطقه دائره الزعفره. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله ويعلي مقامكم، ربي يحفظ الجميع، ربي يحفظ ويعطيكم الجزائر، يعطيكم كل خير ان شاء الله يا رب العالمين. ربي ينصر اخواننا في غزه ان شاء الله، ربي يعطيهم الصبر ان شاء الله يا ارحم الراحمين ان شاء الله، ربي يعطيهم الصبر ان شاء الله، ربي ينصر بلادنا ان شاء الله في التحديات اللي راه تصرى في العالم اليوم، ربي يصبرنا ان شاء الله يا ارحم الراحمين ان شاء الله، ربي يحفظ رئيسنا ويحفظ بلادنا، ربي يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله، ربي يحفظ قناه النهار يعني راهي ما شاء الله، يعني ان شاء الله يا رب العالمين، ربي يحفظك ويحفظ النهار كل حاجه لازم نهار نهار نهار، قناه الشعب توري تعطي المعلومه، تعطي يعني كل حاجه في وقتها والله ما شاء الله، كلش الحمد لله، احنا نحب النهار يعني الحمد لله، اكزاكتومون اكزاكتومون، والله نحب النهار، تجيب الخبر سريع دائما، تجيب اكزاكتومون اكزاكتومون، ربي يحفظك وربي يسترك ويعطيكم ان شاء الله، ربي يخلي الخير ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يحبسوا هذا الناس ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله قلوبنا راهي ان شاء الله طابت طابت فيهم، والله طابت يعني، شوفوا يعني القلوب تاعنا راهي راهي رانا في الشتاء، يعني ربي يبارك لنا في صح صح صح، ربي ان شاء الله يا ربي، هذا ما ان شاء الله ينصرهم وربي ان شاء الله يعطيهم ان شاء الله، يوقف هذا النزيف يعني نعم عليهم، هذه الشده هذه تروح ان شاء الله، يعيدوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الشهداء ربي يرحمهم، الاسرى ربي ينصرهم ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ ان شاء الله، يحفظ غزه ان شاء الله ويحفظ الجزائر، ربي يحفظك ان شاء الله يا رب العالمين، اعطيكم الصحه صحه عيدكم، ربي يحفظك في صحه عيدك وصحه رمضانك ان شاء الله، اذا حكمنا نزيد نعيط لكم، اذا ما حكمناش نفرحوا بك، صدقيني غير نفرحوا بك، عيطي لنا عيطي لنا ان شاء الله، نشكر كل الصحفيين تاع النهار خصوصا المستقبل المكالمات تاعكم، كل صحفه تاع النهار ربي ان شاء الله يحفظهم ان شاء الله، نتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد ان شاء الله، وان شاء الله نكملوا رمضان هكذا ان شاء الله، بس المهم ان شاء الله ندعوا للغزة ربي يفرج عليهم ان شاء الله، ان شاء الله بارك الله فيك وقاع الخير، صحة فطورك والسلام عليكم وربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك، ربي يحفظك ربي يحفظك ويسترك، فوالا دونك هنايا كنا حكمنا لو بولي تاعنا، حطيناه في الفرن على درجة 250 260 درجة قصوى، باسكو لازم يكون في فيف لا بوم دو تير، دونك الحين لا مارينات لا بوم دو تير، وهكذا درناه باش هكذا نسربيوه من بعد راهو تاع اللمة، دونك هنايا وين رانا وين رانا ندورو؟ رانا درنا دو باكات تاعنا، دونك نقدروا نبداو نبعثوا بيان سير نقدروا نديروا فوالا، دونك نبداو لي دو باكات تاعنا نحطوهم نفورنيوهم، شحال مدة الطهي تاعهم؟ من 200 حتى ل 220 درجة، ما شاء الله من 200 حتى ل 220 مدة زمنية، برك قبل ما نفورنيو كيما على بالكم احنا في ليفور تاعنا بروفيسيونال عندنا لابي، كيما في المنازل ما عندكمش لابي تقدروا تستعملوا فابو كيما نقولوا هذه تعمروها بالماء وترشوا الماء تاعكم بهذه الطريقه، هذه مرشوشه ولا ماشي مرشوشه؟ هادو مرشوشين صحيح، نعم مرشوشين اكيد، هذا معك ولا اللي يحب يدير بالبيض يدير بالبيض كيما نقولوا طريقه تاع شغل بريوش، انا عمي يحب يضرب نعم تفضل كمل، اللي يحب يضرب بالبيض يزيد له شويه حليب ولا قرصه ملح، يا شويه حليب يا قرصه ملح في لا دوراج، هذا معك دوك نروحوا الى الوصفه الرابعه تاعنا واللي هي التيراميسو بالفستق او بلا بيستاش، عندكم 500 غرام ماسكاربون 200 غرام او 250 غرام تاع السكر، عندكم 200 غرام تاع لا بيستاش مولو، عندكم ايضا 250 غرام تاع لا شونتي، عندنا ايضا لو سمو تاعنا الكافي لو كافي فور تاعنا لي بيسكوي
نتاعنا لي بودوار ايضا لي كاكاو نحتاجو 4 صفار نتاع البيض. نبداو مباشره دوك ناخذو ديريكتومون لهنا ونخدمو الصفار تاع البيض تاعنا. دونك هنايا ما نسحقوش البياض، نسحقوه غير لو جون تاعنا، طلعوه بهذا الشكل هذايا. ونحتاجو ايضا فوالا اللي يحب يدير الفانيلا يقدر يدير ايضا الفانيلا، لكن حنا هنا اللي نحتاجو بزاف هو المذاق تاع لابيستاش تاعنا. فوالا كيفاش مداري تخدم الوصفه باسكو عندك لي نوسيون باتيسري تاني تخدم وي. ايضا الحلويات. دونك كيفاش مداري تخدم نتايا التيراميسو؟ تيراميسو يعني نديرو با ماري انايا، نديرو بالسكر كوي وبا ماري بالياورت ناتور والكلام فراش. هاد الوصفه هادية تكون خاصه في الشتاء اكيد في التيراميسو، سي تي نوسات ايفيرنال باسكو التيراميسو فيه وصفتان، وحده تاع الشتاء وحده تاع الصيف، وحده اللي كيما نقولوا حنايا رافريشيسونت، والدوزيام اللي بلو دونس يعني وتمد. يعطيك الصحه شوف. ايه دونك تسلكها في كل الشاف. بون انا كل حاجه سبيسياليتي تاعي تو سكي بان تو سكي فينوازري تو سكي بات فوالا. دونك يستعرفوا كي قلت لهم الشاكال هذا هو علاش نعيط له الشاكال، وين ترميوه يوقف فوالا. مي بوكو بليس عندي كيما يقولوا الميول هكذايا، عندي ميول يعني العجين، انا نلقى روحي وراحتي في العجين. كي نكون في العجين هذاك هو شغل. دوك ماشي كيما بقينا افون، دوك تطورت بزاف وعاودنا ولينا لو بان تاعنا لو بان ميزون تراديسيونال اللي نخدموا به، وهذا الشيء هذايا يعني صح 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 ولا لا لا صح صح. باسكو واحد الوقت في الجزائر ولينا تيري برك لي زاميليون على راسهم فوالا 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 ليسونسيال نلبيو رغبه المستهلك وخلاص. فوالا مادام قلت لي على لامينيورو كيما يقولون نديو الفرصه ونعطيو لهم انروسات تاع محسن الخبز في الدار، خاطرش يعني كيما يقولوا سورتو العباد الكبار والعباد المسنين اللي مراد كيما حنايا ايفيتيو لا مينيورون فوالا. مازالت البركه نتاع واش موسين نتايا. بون لا روسيت على مينيورون عندكم 10 غرامات تاع خميره الخبز مرحيه بالمهراز ولا المهم ترحيوها، عندكم 10 غرامات خميره الحلويات، عندكم 10 غرامات سكر ناعم سكر كلاص، وعندكم 100 غرام تاع المايزينا. هادو ما واش نديروا لهم؟ نديروا لهم في غربال في سيار ولا في سمحوا لي كيما راكم عاودوا حكموا ورقه وستيلو باسكو على بالي بلي دوك تبداو تقولوا ما سمعت هادي ما سمعت هادي وكذا. دونك ماذا بكم ورقه وستيلو وعاود لهم من دار بيان سير. تفضل. قلنا عندكم 10 غرامات تاع خميره الخبز، عاود من جديد. نعاود عندكم 10 غرامات تاع خميرة الخبز. مرحية بالمهراز ولا المهم تكون مرحية. عندكم 10 غرامات تاع خميرة الحلويات. دونك 10 غرامات خميرة الخبز، 10 غرامات خميرة الحلويات، 10 غرامات تاع سكر ناعم سكر كلاص. عندكم 100 غرام تاع لامايزينا. هادوما واش نديروا لهم؟ نديروهم كاع في غربال ولا في صفايه كيما نقولوا في غربال ولا في صفايه، ونجوزوهم كامل باش يتخلطوا لنا مليح. واش نديروا كي نغربلوهم نكملوا؟ نديروهم في بلاره ولا في كاش باطا ولا ونخبيوهم عندنا كيما نقولوا في البلاكار ولا كل واحد ولا ما تخبيوهاش في ريجيدار، نربيوه كيما نقولوا. فوالا فوالا تخبيهم شاك ما تسمعوا كش وصفه ولا كش روسات اللي فيها لا مليورون. نعم خرجوا البلاره تاعكم تستعملوا منها عادي خلاص، تعاودوا بريباري وبلا ما مروسات لا ما ميطه. ما شاء الله هذه ما شاء الله. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي غنيه، واش راكي؟ والله لاباس. واش راهم ناس طرف؟ نحاول قريب امين وانا نحاول. هاكي حكمتينا هاكي حكمتينا. ها لاباس عليك يا شيخ؟ والله الحمد لله. وانت يا والله الحمد لله. صحتك كيفاه؟ بخير الحمد لله. والله غن الحمد ربي سبحانه عز وجل، والله غن نفرحوا كي تحكمونا. ربي يحفظك. والله نسستي عاود يوم سهر ربي. راه معنا ان كرون شيف اللي هو ان شيف بولونجي اللي هو شيف يعقوب. الله يبارك. ربي يحفظك يبارك في اماتك، يخدم الخبز يخدم الكسره.
الله الله مليحه او زعيم كبيره. انت تاني شاف راك الماكولات تاعك مش نورمال. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك ويعلي مقامك. والله فرحت كي حكمتك اليوم والله فرحت. ربي يحفظك ربي يحفظك ويعطيك ما تمناه. ربي يحفظك انت وسي ربي يهنيك. ربي يحفظك وناس تعرف كاع نحبوهم بزاف. يا درا كاش حار كاش هريسه كاش. والله كلش كلش. تعرفوا طيبوا تعرفوا طيبوا ناس تعرف الله يبارك عليكم. باينة هيك تعرف الجاري تاعنا ربي يحفظكم. الفريك الخبز معني صلاد معني. ما خافش عليك ما خافش عليك. وزيد الحوت احنا القاله ايه بيان سير القاله الحوت على راسه سيرتو الكروفات كريز الكروفات يا يما هذيك الرماديه هذيك الماتساغون هذيك عندنا في الصيف اروح عندنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يحفظك يعيشك. يا شيخ عندي بنتي ضيفه حابه تحكي معاك شويه. بيان سير بيان سير خساره عليك كيف هذا معليش معليش بيان سير معليش ربي يحفظها لك. اي 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 جايه من سوق هراس. الله الله. الو ارواحي سهام. الو يا سهام ارواحي. الو الو السلام عليكم. واش راكي سهام اختي؟ اهلا شايف مشكلة صحة رمضانك يعيشك وانت زادة كلها. واش بيك هذا راكي هربة هذا يا حبيبتي تهضري معايا ولا؟ شايف نقول لك ماما تموت عليك. ربي يحفظها ربي يحفظها والله طال طال تهضر عليك اجور تبعك. ربي يحفظها ربي يحفظها ان شاء الله ويعطيها ما تمنى يا ارحم الراحمين. ربي يحفظها لكم ان شاء الله. ديما متألق ان شاء الله. تهلاي فيها. ربي يبارك فيك. سوق هراس سوق هراس ماهيش بعيدة لا يعني ساعة ساعة وتي كي ضربتي دورة للطرف تشوفي الحاجة. الله فيها طيبي لها هكذا كي تعرف هذه هي شوفي هذه هي مفتاح النجاح تاعك في الدنيا هذه. صح الوالدين هما كلش صح صح والله غير هذه هي مفتاح النجاح في الدنيا تاعك هذه. ربي يحفظ الوالدين ان شاء الله. ربي يحفظ الامهات كامل ان شاء الله. ربي يحفظك. وانا جبنا لكم اليوم جبنا لكم اليوم ان بون ان بون ان بون شيف بولونجي. الله الله ان كرون الروجي هذا الروجي هذا الباع عنده حطه تاع تاع صحاب الانجليز. الله يبارك صحاب الانجليز وصحاب الامريكان. مديه مديه الله يبارك ما شاء الله النقله تاع مديه. ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما تمنى. ربي يخليك وتهلاي في روحك وسلمي لي على كاع الاهل والحاجه بوسيها في راسها وتهلاي فيها بزاف بزاف. سينو رانا نجوك لسوق هراس راني نقول لك الله غير تقضي لي لسوق هراس. هيا صح هيا تهلاي صحيتي. ربي يحفظك ربي يخليك ان شاء الله. ربي يحفظك بارك الله فيك. والله شفت لهنايا تمتم شوف كيفاش بقات هي الله الريحه شاف لايف شاف غير لابتيت صوص هذيك. الله 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 هكذا واش نديرو شوف تبعني مليح هنا نقصوا لها نجيبوا السمن تبع مليح فلافا كاع كيما رانا نحضروا دوكا. شوف تاخذ المغرفه تاع السمن كيما راهي هكذا كيما راهي نحطوها ونطفيو النار عليها وهذه هي ما شاء الله. داراني نطفي النار ونعاود نغلق عليها ونخليها تذوب بعقلها غادي يذوب بالعقل السمن واللي عاود اللي لاصوص تاعنا دونك هنايا درنا الوسمو تاعنا بالامين خويا ماشي يسمع ماشي يسمع الشاف الشاف يعقوب ماشي يسمع في لي زابيل تاعك صح تكون طاح له وسمو. دونك قلت لك صحيت خويا العزيز قلت لك هاد التيراميسو خدمناه على طريقه يعني تاع 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 سيوفي وايضا درنا له نزيد لك كاس اصبر نزيد لك كاس قلت لك على طريقه الصيفيه وزدنا له ايضا لا بيستاش. كنا درناه الخطره اللي فاتت خدمناه بوسمو بال كيفاش يقولوا درناه بالفراوله خرج سيري ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. ودرناه كبير على الطريقه التقليديه خدمناه ديريكتومون في البلاط ما شاء الله. شوفوا الخبيزات تاعك الله الله شوف صاحبي ما شاء الله الله يبارك الله يبارك يدك يدك 10 قبطانه ما خافش عليك عبيك انت يا شاه والله ما خاف عليك. الو 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 ربي يحفظك سيده الغاليه الله يسلمك. ربي يحفظك ويعطيك ما تمناي. الله يسلمك خويا. تعرفي عندك الاسم اسم تاعك الغالية ياك؟ ايه. الاسم تاعك الاسم تاعك كيما تاع عمتي الله يرحمها
ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما تتمنى. انقطعت المكالمه فوالا دونك معليش. عاودي لنا عاودي لنا اختي الغاليه ولا يما الغاليه ربي يحفظك ان شاء الله. الوغ هنا نبداو نعمرو في التيراميسو تاعنا بهذا الشكل هذايا فوالا. دونك راك تشوف هاد لا كونتيتي تقدر دير لكم حتى 12 رامكان 12 رامكان فوالا كيما راهيك هكذا. وتبداو تطلعوا فيها هكذا شوف كيش تجي محببه الله الله فوالا بهاد الصفة هادية فوالا. الشيف الشيف يعقوب ما شاء الله صح الشيف يعقوب بيناتنا بيناتنا تفضل. شوف تراك تجوز صح كاين الشاشة راهيك تعس فيك في التلفزيون. الو الو السلام عليكم. مساء الخير ام راني مش راكي؟ لاباس الحمد لله. صحة رمضانك. واش راهي واش راهي رانيم؟ هاي رانيم وهيثم ربي يحفظهم ان شاء الله. بصح انت قلت بدي غير رانيم جبديهم في زوجة. ايه لاباس الحمد لله ربي يحفظك. اكيد اكيد تعيطي من بليده. وي بليده بوفاريك بوفاريك. شوفي نقول لك حاجة حنايا يسرعنا رمضان نروحوا لبوفاريك ديريكت. زلابية والشربات والله كلش ماشي غير زلابية والشربات كلش بنين في في في, في بوفاريك بنة عظيمة في بوفاريك. ربي يحفظك. واش راكي؟ والله لاباس من صغري. جبنا لكم اليوم ان كرون شيف بولونجي. ايه الله يبارك. واحد الوصفة واحد الوصفة تاع الخبز الله الله تشهي. الله يبارك الله يبارك الله غير تشهي. واش نحكي لك يا درا كيفاش راكي في رمضان هدايا؟ والله الحمد لله والله لاباس. صافا لاباس والاهل لاباس والله الحمد لله يا ربي. وراكي تزهيهم شويه في 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 طياب؟ صافا الحمد لله مع لا روتين. معليش معليش والله لاباس الحمد لله. معليش معليش ليسونسيال سيرتو الدراري لازم ياكلوا بيان. لازم تزهيهم ساعه على ساعه وكي تعرفي لي غراتان الله الله بلا ما نحكي لك. وي انت تحبي تحبي التقليدي ولا تحبي العصري؟ نحب التقليدي. صحاب التقليدي تاع صحاب التغماس انت كيما انايا. وي المرقه والتغماس الله 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 الله. يما راح تصرعني المراه هديه. رايحه تصرعني. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. صحه رمضانك. ربي يحفظك صحه رمضانك وربي يوفقك ان شاء الله. وتحيه لكل سكان بلديه بوفاريك ولايه البليده. ربي يحفظك بارك الله فيك. ربي يحفظك ربي يحفظك ويشد لك اللي عزيز عليك ان شاء الله. فوالا دونك هادوما طريقه عاديه اللي انا نخدموا بها فوالا. ونزيدو نديرو طريقه اخرى بياسير تقليديه. ما تقدرش دير تيراميسو وديرو بطريقه الا العاديه اون فيرين دي فطانيه ما تيكزيستيش لا فيرين ديريكت في لو بلا ويعطي لك. حنا حين نديرو في لو بلا دوكا فوالا ناخذو ان بلا افور هكذا كيما راهوك ما شاء الله غير صغير. ناخذوه ديريكتومون هكذا البودوار تاعنا لي بودوار تاعنا كيما راك تشوف خويا العزيز. قلت لك راهو كعباكم كاع يقبروا فيك اليوم. اهل الاختصاص كاع راهم يقبروا فيك حبيبي. يعني جيمي واحد منهم. ها جيمي خويا ونحييه بالمناسبه. نوسا ثاني بيع لك كامل. ونوسا نوسا نوسا الله يبارك ما شاء الله. تحياتنا لهم كاع خاوتنا وخواتاتنا كاع الجزائريين على كل حال وكاع اللي يحبوا الشاف يعقوب واللي يتبعوا الشاف يعقوب. كاين 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 وحده نسيتها. كاين بزاف حجه ميمتي هذيك هي صح ميمتي وبابا وعندي جداتي ثاني كامل. الله الله يعني نحيي بابا ونقول له بون روترات. يعني دار روترات خلاص دار روترات. دوك يصرعكم في الدار. لا لا ما شاء الله هذا رمضان هذا لا باس مسكينه الحاج ربي معك. ويما تانيك ربي يحفظها يطول في عمرها يتنوض مسكينه بالحداش كيما يقولوا زيد راني معروض عندها. صافي تما زدت انا رباتنا احنا وتزيد تربي في ولادنا. صافي تحيه كبيره لامي. والله غير فرحتني. ولبناتي صغار عندي ريهام وسيدرا والزوجه رفيقه الدرب نعيط لها انا صاحبي. لازم لازم حنا اللي غير نستناو كتاش وكتاش
يقولك حاجة المليحة يخلوها للخر. الزوجة تاعك شغل بور موالك شغل صادق ماشي ربي يحفظك الله ملاتيك نقولوا لها احنا ديديكاس كبيرة لها. ديديكاس الزوجة تاعي وتحية لرب عائلة بو خالفة يعني ربي يحفظك مسابق تحية كبيرة مسابق يا سير يا سير سيروا الحوالو خلاص ست سنين في كورسة مضمونة شاب كورسة مضمونة ربي يحفظهم قاعد ان شاء الله ان شاء الله وما ننساش ناس بنين سويس بيان سير باسكو ما تنساوش كاين بزاف اللي يقول لك يعقوب عين بنيان يعقوب جديد في عين بنيان معليش انا راني حومتي بنين سويس بيان سير اكيد ما وين تسكن حومتك دونك عندك زوج حومات انت راك مخضرم خويا العزيز نحيي بنين سويس من الدخله للخرجه حتى لسميع انا كيما نقول لك عقب الديار سميع بنين سويس ربي يحفظك ان شاء الله وجيراني كامل تاع عين بنيان نحييهم الناس سونكاروت الناس ما شاء الله تاع هناك والله انت وجان كامل ربي يحفظك خويا العزيز هكذا نحبك. الو السلام عليكم وليدي. وعليكم السلام. الله ربي يحفظك. شفتي صوتك شوفي صوتك يدخل لنا البهجه والفرح والسرور في النهار. ربي يحفظك. واش راكي يما؟ والله غير في رحمه الحمد ربي. كيفاش مع رمضان؟ والله يا اللي طيحه ونوضه. يا وسيدي ان شاء الله غير نوضه بركه طيحه خلينا منها. خلينا ضحكي لنا غير على النوضه برك. صح ندير انا صابرين بلي وخطار. الحمد لله باللي عطى الله. قولي الحمد لله. الله ينعد علينا وعليكم بالهنا والخير ان شاء الله بالصحه. ان شاء الله يا ارحم الراحمين ربي يحفظك ربي يحفظك لما ما يعطيك ما تمنى. النهار الكل. يا درا وطفل كيفاش؟ والله يراو في رحمه انا نستناو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فيها خير. لا الحمد لله الشده الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله فيها خير. وانا قلت لك وفهمتك ديك خطره كي يخرج ان شاء الله ويجي يزورك ان شاء الله نجيبوه لعندنا لهنا للنهار نجيبوه لنا حصه تاع الطبخ ونزيروه شويه باذن الله ان شاء الله. ياك ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما تمنى. راني جايب معايا الروجي شاف بولونجي تاعي. الله يبارك ما شاء الله يخدم عنده خدمه ما شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله. هذا نسكي البليوس وهذوك. مازال خير قدام. هذه لا بريمير ايميسيون دوك يشبعكم ان شاء الله حتى مور رمضان. شوف حتى مور رمضان ان شاء الله ونزيدوا نخدموا معاه ان شاء الله ونجيبوه يدير لنا وصفات شابين ان شاء الله. ان شاء الله 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 يا ميمتي ان شاء الله ربي يحفظك ربي ان شاء الله ابني واياك الميمه واياك ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما تمنى ربي يحميكم ان شاء الله ان شاء الله واياك ميمتي واياك ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما تمنى بارك الله فيك ربي يخليك صحه رمضان ربي يحفظك ربي يحفظك والله يعطيك ما تمنى بارك الله فيك. دونك الروجي هذه هي الطريقه التقليديه الطريقه العاديه يعني في فيرين. دونك هنا واش نديرو نروحو نمسحو يدنا قبل ينسح والله باش نديرو نخدمو يعني نديرو لهم والله نديرو لهم الكاكاو بسم الله. للمعلومه برك عندي زوج خاوتي واحد اخرين ايوب وانس يعني خويا ايوب الكبير وانس اللي راهو يعني كاميرامان يعني معاكم هنا في قناة النهار ما شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله. امين خدموا معايا دي بولونجي تانيك تما عندهم الصنعه في يدهم خويا العزيز الله يبارك تانيك يسلكوها لين هاكم سمعتوا لهنا كاش محليتو كانتينا ولا شكون اللي راهو هنايا في النهار؟ انس ريكيزيسيوني. انس ريكيزيسيوني في الكوزينه يدير لهم شويه خبز ما يجيروش الخبز مليح الخبز مام خويا كبير هما عندهم كل واحد وخدمته كيما قلت لك خويا صغير كاميرامان زياده يعني بصح يخدموا نشوف لك الصنعه هذه هي خويا العزيز فوالا. وانا هاد كيما انا عندي جدي يما تحكي لي على كل الله يبارك جدي كان في 1800 نهار هذوك اللي كانوا يخرجوا بالحطاب وعندي تصويره تاعو يعني دونك سيت اون كيسيون ديريطاج يعني هذه ورثها هاد ممكن في ليجان تاعكم يعني ممكن ما كاش يعني شاف بولونجي دوكا قرار شويه ما شاء الله. حنا يعني شوف نعطيك واحد الحاجه خدمه تاع شاف بولونجي سي لو ديبي دو مايون تاع توت اون كويزين سي لان دي ميتي لو بلوز امبورطون في لي ميتي دو لا بوش. دونك الناس بزاف ما عندوش قيمه زعما نقولوا حنا ماشي ما عندوش قيمه بولونجي يحبوا ولا الكرهوا في الجزائر مازالو محقور
صح ولا لا؟ لا اكزاكتومون 100%. صح الطابلة اللي ما فيهاش الخبز اسكو تقدروا تريحوا فيها؟ اكزاكتومون 100%. صح هو سي لو بان دون اون طابل يكون عندك ان بون بان، شوف تكونوا دون ان ريستورون ولا تروحوا تاكلوا يقدر الخبز يسلك لكم المحنة تاعكم، يعني اللي تكون بلاكي طراطي وسيرفيس، وكان يكون عندكم ان بون بان كروستيون شو شباب يسلك لكم كل شيء اللي طري طري زان بورتون يعني خاصة حنا حنا ماذا بينا يعني نكبروا ثقافات على الخبز هذا في الجزائر. بارك الله دوك نقول لك علاش بار اكزومبل سبق واني خدمت معاك في الله يبارك سير تيران الله يبارك، يعني كنا شاك بلا يخدموا شاف امين شوف معاهم شوف معايا شوف معايا فوالا شاك بلا يخدموا شاف امين يعني ندير له خبز تاعو باش ما نفسدلوش لوغو تاع البلا باسكو يقدر الخبز يا يقدر الخبز يفسد لك لوغو اكزاكتومون يا يقدر كيما يقولوا الخبز تاعك يزيد كيما يقولوا يكمل البلا تاع الشاف فوالا اكزاكتومون فوالا احنا كيما نقولوا احنا ان بلا كيما نقولوا حمل حلو حمل حلو نديرو خبز بالجلجل امبار اكزوم بارك الله فيك باريزوم باش ما نفسدوش برك الكوت حمل حلو حنا هكذا ماذا بينا خدمنا حتى وين لحقنا خدمنا ان بان سي باريزوم تخدم نخدموا الحوت اليوم باسكو حنا كنا نخدموا بزاف الحوت نخدموا الحوت اليوم لازم يكون ان بان اللي يكون بلو سيترون فوالا خدمنا بان بان سيترون خدمنا بالماكر دو ساش خدمنا بوكو دو مودان الله يبارك على كل حال تما مع شاف امين زدت كيما يقولوا تما اللي زدت طفل هذا مليح طفل هذا واعر بزاف وبالمناسبه هذه يا اخي يقول لك جميله تنسى الانسان اللي علم لك ومن هذا المنبر نحيي الشيف مروان يعني ريحان لانسان ما شاء الله اللي يعني بالك انا عرفتك بمروان اكزاكتومون 100% مروان عرفتك هذه هذه الظاهره هذه اللي راهي قدامي واقفه قدامي ظاهره روجيه هكذا محطوطه لهنايا عرفته فوق قبل الكوفيد بشويه 2019 ديبي تاع 2019 كنت انا في فندق مازافرون كنت في مركب سياحي لزيرالدا مازافرون وكنت حاب يعني كريي ان سيرفيس بولونجي اللي يخدم في كل 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 المركب وكنت اتصلت به وبمروان وهضرنا وكذا وكنت حاب نخدم به لاني حسيت فيه واحد الحاجه يعني ما شاء الله كنت حاب نتعامل معاه نكولابوري معاه ما كتبش المكتوب باسكو كان جا الكوفيد وما كلش حبسوا كاع لكن اول فرصه اتيحت لي بعد الكوفيد تعاملت مع الشاف يعقوب وصراحه تحبوا الصراحه صراحه كان شارف كبير لي اني تعاملت معه والله شارف شارف كبير لانه تعلمت من عنده بزاف امور تعلمنا بزاف حوايج ويعني سبحان الله صدقني يعني ما شاء الله صدقني ما شاء الله كما يقول لك توجور شارف لي انا نخدم مع قامه كيما انت يا لاندي ماشي بور مو انا تي لي مير كويزينير ما شاء الله شوف. جيمي ما ديقلكش ها شوف ها شفت الله الله ربي يحفظك نزيدو نحطو الدوزيام حطها هادي نحطوها لهنايا خلوها بعقلها ترتاح ونزيدو نحطو لا دوزيام تاعنا لداخل حنا اون فان نيتواي بلون طرافاي وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل واش راكي ام ساره الحمد السلام عليكم ربي يحفظك ام ساره صحه رمضانكم وصحه عواشيكم ربي يخليك وربي يعطيك ما تمناي سلمك راك داير ولدي وانتي واش راكي لميمه راك داير شيف رانا مع خويا يعقوب شيف بون شيف بولونجي ان شاء الله ما شاء الله يعطيك صحه رمضانكم ربي يحفظك ان شاء الله ربي يكمل لكم 80 ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله تعرفوا واش متمنين حنايا متمنين انه كل ابناء الجزائر ان شاء الله تكون عندهم لا شونس باش يوروا شي يعرفوا يديروا ان شاء الله ان شاء الله وتكون في ميزان الحسنات ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ارحم الراحمين والله كاع هذا العمل جبر ربي يجازيكم عليه يا رب ربي يحفظك نقول لهم انا ماشي سهله باش الشاف يجي طيب ماشي سهله بارك الله فيك والله ما سهله بارك الله فيك والله ما والله سهله ما جنود الخفاء يتعبوا ما كاميرا ما مشوا ما شاء الله ما شاء الله بزاف الناس يشوفوها حاجه لا ماشي سهله والله ما سهله اكزاكتومون باش توجد الطابله باش توجد باش الكاميرا باش دير ديريكت هكا الاكله يوريها لنا ديريكت ما شاء الله ما شاء الله الله يدومها والله يعطيكم على حساب نيتكم ان شاء الله يا ولدي شوف صدقني ولدي اميناني مريضه صدقني ربي يحفظك ويجيب الشفاء كل يوم مع الطبيب بصح شوف دوك كيما اليوم ما كتبتش ما نكذبش عليك ما كتبتش مداري نكتب وصافي اليوم مانيش طايقه بصح شوف مسعني زي وزادت الام هذه اللي اتصلت اثرت فيا نقول لها الحاجه اللي راهي في قلبك ربي يكملها لك ربي يحفظها واللي راه بعيد عليك ربي يقربها في هذا اليوم تاع العواشر يا رب ان شاء الله يا ارحم شوف هدرت لها والحم تاعي شوك حسيت بها باللي راهي مضراره ربي ان شاء الله ان شاء الله مسكينه عندها طفل شويه كان غابنها شويه حسيت مي درك باذن الله هاي سقم روحه
حسي تقولها شوفي صلي وادعي له وحرزي تدعي عليه دعي له بالهدايه. صح صح. واياك يا امي واياك تدعي على ولدك دعي له بالهدايه. تزور بالهدايه صح صح. بالهدايه راه بزاف راه مغالطين بزاف اللي مشوا مصايمين مع والديهم. آه ولدي امين بزاف اللي فوت الباني على امه وباباه وما يدخلش عند امه وعند باباه. صح صح صح. بصح شنو نقولوا الله يهديهم الله يكاكيهم. صح صح. والله شنو نقول لك ولدي خويا فرجت عليا ربي يحفظك. شغل هذا المرض اللي كان فيا شويه خوي ربي يجيب شفاء وكاع الجزائريين اللي راهم يشوفوا فيك يدعوا لك. شوف امين ولدي معليش نقول لك واحد الدعاء اللي اصحاب امراض العقل تفضلي يزيد فضلك ويطول عمرك. ندعو بدعاء زكريا عليه السلام عندما طلب ربه ان يهب له غلام زكريا استجاب له بالبركه هذا الدعاء ربي لا تدني فرضا وانت خير الوارثين. صح. ويكثروا من سوره مريم وسوره الاخلاص وصح فطوركم وصح عواشيركم وربي على اعلامكم. وتحيه كبيره لعمال قناه النهار ونقول لهم ربي يلبسكم لباس الصحه والعافيه ومع السلامه وادعوا لي ربي ادعوا لي ربي ما نديرش عمليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لك شفاء بلا ما ديري عمليه ان شاء الله وربي ان شاء الله. كاع الجزائريين اللي راكم معنا ادعوا للحجه قولها ان شاء الله ربي يا ارحم الراحمين ان شاء الله تبراي بلا ما ديري عمليه. خويا العزيز اون اتوندون الخبز تاعنا يحمر نبداو نقدمه في 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 فوشان نديرو. دونك عندنا كبده ما شاء الله اللي درناها بروفونسال ما نزيدش نسيت نجي عندك قبل في رمضان. عندنا والله الله غير شيء ما شاء الله. عندنا ايضا الدجاج ماريني طلعناها بهذا الشكل هذايا وشوف لا مارينا دي تيديزيناها ما شاء الله. هذه هي هي لاصوص تاعها يعني لا كولور تاعها يعني ما شاء الله اكزاكتومون طاب في الفرن الله الله. وعندنا لو بان تاعنا تاع الشيخ تاعنا اللي يعطيكم يعني اون ريسيت راح تخلص نيمبورت كي يقدر يديرها اون ريسيت طري سامبل. شوفوا كيفاش الله الله تبعوا بالعاني فتحوا شوفوا كيفاش ما شاء الله شوفوا الله يبارك. دونك عندكم لو بان هذايا وكاين تانيك اللي راهو يواسي. عندنا تيراميسو اوسي على الطريقه التقليديه على الطريقه يعني اون فيغ على طريقه عصريه اللي درناه بلا بيستاش. ربي يحفظك الشاف شاف ربي يخليك يعطيك الصحه على الانفيتاسيون ان شاء الله. يقولوا هذا بريمي كيما يقول لك بريمي السكريه فوالا ماذا بيا توجور نقعدوا كيما يقولوا قدامك ما ماشي هكا في الكاميرا. احنا ان شاء الله نقعدوا كيما يقول لك في لي كوليس معك توجور ان شاء الله رانا هنايا ونتعاونوا. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. على كل حال كيما يقولوا الكارم تاعك هذا والاخر ماشي من اليوم ما نعرفوش من اليوم. الله يبارك شرف كبير اني خدمت معك عام وما شبعتش معك ماذا بيا مازال خير قدام على مارغري كان وليت شيخ مازال خير كما يقولوا تحيه العائله تاعي على راسهم الام تاعي وبابا والجده تاعي. إيه؟ عندي خوتي ايوب وانس بناتي والزوجه تاعك بناتي ريهام وسيدرا والام تاعهم يتسمى يمات ولادي. خلاص دوك تقعد تكسبلي كيما نوسه شدي مليح والله هو صح. المهم ويا ناس الخير ربي يحفظكم نوسه ربي يحفظك وان شاء الله ربي يعطيك ما تمنع علي مقامك. كل الناس المرضى ربي يجيب لهم شفاء. كل الناس اللي راهم في الغربه الله يجعلكم سالمين غانمين الى وطنكم الام اللي هي الجزائر. الحاجه ما تنساش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر تحيه الجزائر سلام.